مسلسل الروح العاشقة بيضم بطلين، الأول فيكرم سينغ شوهان اللي هو مواليد سنة 1989 وتزوج في أبريل 2021 من محامية اسمها سنيها شوكلا، ورزق ببنت اسمها سيا في ماي 2022. وفيكرم تعرف على زوجته خلال أيام دراسته للمحاماة، فهالنجم درس في بريطانيا لمدة 4 سنوات وحصل على شهادة في المحاماة واشتغل كمحامي متدرب لفترة قصيرة، لكن حضوره لكورسات التمثيل خلال دراسته في بريطانيا خلته يهتم أكثر بميدان الفن. وبعد رجوعه للهند ورغم اشتغاله في ميدان المحاماة لكنه بدأ يشارك في تجارب الأداء والإعلانات التجارية، وبعدها سنة 2013 دخل عالم المسلسلات. أما البطل الثاني في المسلسل ناميك بول، فهالنجم اللي هو مواليد سنة 1987 لحد الآن هو مش متزوج، وهو كمان التمثيل ما كان أول اختياراته. فبعد حصول ناميك على دبلوم في إدارة الأعمال اشتغل كمراسل لقناة هندية إخبارية، لكن بعد فترة قصيرة قرر دخول ميدان عرض الأزياء، وبعدها قام بأول دور في حياته في مسلسل سنة 2015، وسنة 2016 قام هالممثل بدور البطولة في مسلسل نصف الآخر اللي حقق نجاح كبير.